أم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه سبحانه وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قالوا الحسنى هي الجنة، أما الزيادة فهي النظر إلى وجه الرحيم الرحمن تبارك وتعالى. يقول ابن القيم وتجلى لهم الجبار كل يوم جمعة ويقرأ لهم القرآن، فهي لذائذ مستمرة ومتواصلة غير منقطعة. فالجنة يا إخواني لمن وحد الله، الجنة لمن أطاع الله، الجنة لمن أقام الصلاة وحافظ عليها، الجنة لمن جاهد نفسه وابتعد عن المنكرات والملذات والشهوات، الجنة لمن حافظ على ورده من القرآن الكريم وعمل بالقرآن الكريم وتأدب بأدب القرآن الكريم، الجنة لمن أطاع وبر والده، الجنة لمن أحسن إلى جيرانه. فليست الجنة لمن عصى الله، وليست الجنة لمن عاد أولياء الله، وليست الجنة لمن ترك سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليست الجنة لمن تعامل بالربا ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى، ليست الجنة لمن حارب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد أولياءه وأصفياءه من خلقه. وابتلينا من أمس أو أول أمس بأن يعتدى على أهل القرآن فيأخذون ويسوقون إلى أين؟ هل يقادون ويساقون ليكرمون؟ ليوضعوا على الأعناق؟ ليشرفوا؟ لا، بل ليوضعوا في غياهب السجون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولمن يعادي أولياء الله وأهل الله فليحذر غضب العزيز الجبار المنتقم القهار. فالله جل وعلا يغار على من يغار على أهله وصفوة خلقه وخيار خلقه. أهل القرآن هم أهلي وخاصتي، فمن أكرمهم فقد أكرمني ومن أهانهم فقد أهانني. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اغفر لنا كل ذنب يباعدنا عنك وعن رحمتك أرحم الراحمين يا رب العالمين. اغفر لنا كل ذنب يباعدنا عنك وعن رحمتك أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تغمدنا برحمتك واسع فضلك. اللهم ارحم في ذلي، اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعلنا من رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم متعنا بالنظر إليك يا أرحم الراحمين. اللهم متع أعيننا ووجوهنا بالنظر إليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.